الطوائف المسيحية عدم استقبال السياح بكنيسة المهد، وذلك في استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ المدينة بإغلاق كنيسة المهد في بيت لحم الخميس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد. وللإطلاع على الأوضاع بكنيسة القيامة ينضم إلينا في لقاء حصري سامي وكيلة مراسل قناة ميسات مع الأستاذ أديب جودة أمين مفتاح كنيسة القيامة. للمزيد نتابع. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. نحن الآن من باب كنيسة القيامة المقدسة. معي الآن الأخ أديب جودة من باب كنيسة القيامة المقدسة. أخ أديب جودة، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك أخ سامي. ممكن تعرفنا أكثر عن نفسك سيد أديب؟ اسمي أديب جودة الحسيني، أنا أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس. سيد أديب، كيف لك أن تضعنا في الصورة عن الأوضاع القائمة في كنيسة القيامة؟ هناك عدة أقاويل عن تسكير كنيسة القيامة كما حدث في كنيسة المهد، فماذا تقولون للمجتمع جميعا في جميع أنحاء العالم؟ طبعا ببداية الأمر دعني أنه أهنئ الشعب المسيحي، كل عام وأنتم بخير. نحن كما ترى على أبواب عيد الفصح المجيد. طبعا نحن ندعو كل أحبائنا وأصدقائنا عدم الانصياع للإشاعات التي تبث. هذه الإشاعات عمالة تخلق فتنة. كنيسة القيامة أبوابها مفتوحة كما ترى، كنيسة القيامة تستقبل حجاجها وزوارها بصدر واسع وبصدر رحب. نحن لم نتلقى أي تعليمات أو أي أوامر بإغلاق كنيسة القيامة. كنيسة القيامة تستقبل زوارها كالمعتاد. ماذا تقولون للحجاج الذين يخافون من مرض الكورونا؟ ماذا تقول لهم عن أجواء الكنيسة؟ طبعا نحن نتبع إرشادات وزارة السياحة. إرشادات وزارة السياحة هي واضحة وصريحة، المحافظة على النظافة، الوقاية، الحماية من أي مرض. ونحن طبعا من أول ما سمعنا عن تفشي هذا المرض ونحن متواجدين في الكنيسة صباحا مساء نحافظ على النظافة، نتبع الإرشادات الصحية، نتبع ما رؤساء الكنائس ماذا يبثون وماذا يصدرون من بيانات. ونحن والحمد لله راح نكون في السيف سايد إن شاء الله بعون الله. أخ أديب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.